عملتوا ايه لدينكم لاخرتكم للسبب الحقيقي اللي ربنا خلقكم علشانه؟ لا عملنا كتير على فكره ولسه هنعمل. انا عملت على فكره كتير. لا انت على جنب. انت حاجه تانية. عملت ايه بقى؟ عملت فيلم علشان الناس تسقف لك. وعملته ازاي؟ عادل بيه كلفك بيه وعملته عني عن حق لبسته باطل وقلت ان الاسلام دين ارهاب. يا اخي قول اللي جواك، قول ان الاسلام مش عاجبك بدل ما بتنافي اللي جوه على انك مسلم وبتسترضي اللي بره ان المسلمين وحشين. العمل تقال. طول عمرك بتتكلم من غير ما تشوف. اشوف ايه؟ الفيلم. ها انا عارف بالظبط انت عملت ايه. حطيت ابو قرش على ابو قرشين، حشاشين على حسن الصباح، على حسن البنا، على سيد قطب، على اي بطيخ، والمونتاج يا ما بيداري. يلا بقى الحق تسميه ارهاب. انت عارف يا خالد انك بالفيلم ده بقيت عدو شرعي وتستحق القتل. وماله؟ انا موافق ان انا اتقتل، بس انت قول انها وحشاك. ايوه يا شيخ سيموس. والله بقى يا اخ رمزي مش عارفه، خالك حسن واخويا عصام وابوك وابويا كله بيشكر فيك وفي اخلاقك الا انا. الا انتي؟ اه ما انت عارف بقى عمته خيرات بقى والكلام اللي بتقعد تقوله. منال ورمزي ورمزي ومنال ومنال ورمزي ورمزي ومنال. نعيمة. زي ما نكون حسن ونعيمة. والضحك بقى حرام ولا ايه؟ ما ده مبتسم اهو. لا كتر خيرك والله. ما انا بقولها يا عمته خيرات ده بيطلع الضحك بالتيلة وما بيعبرش حد، هعمل بيه ايه ده؟ هروح بقى دلوقتي اقولها ان انا كمان طلعت اجنبية. قصدي اجنبية يعني ما تحلليش دلوقتي ان انا ابصلك قوي يعني. وامتى يحل يا هندسه؟ لو لما ما فيش حاجه اسمها لو، ابوه ما بيحبش الكلمه دي، لو تفتح عمل الشيطان. يلا نرجع مرجوعنا لموضوعنا. لما ايه يا هندسه؟ لما تحليلي بالجواز، ساعتها اقدر ابصلك زي ما انا عاوز. والحد بقى ما ده يحصل مش هتبصلي خالص؟ مع اني يعني اموره ولابسه شيك ونظيفه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت مش مستنضفني ولا ايه؟ سوري انا قلت كده برضه. طب ما تقولي شعر من اللي انا قريته من وراك. مش حافظه. افتكر. كوني خيلا يعدو بي في عمري اللحظة صحراء كبرى تفصل بين الله وبينه. ده ليه أنا؟ أنا بتهيالي إحنا قربنا فلازم ده ليه أنا؟ قلت يلا.